على الانترنت. صحيح ان الاخوه في البلدان الشرقيه الان راه عندهم السحور ده، ما لازم يتسحروا. في البلدان المغربيه لا زال هناك من سهران، مازال النوم هذه مشتاق. وردجانخ لان الليله 23، ويقال ان هذه الليله هذه سميتها ليله الجهري. لازم تقراو شويه وتطلعوا على بعض الاشياء. قد ما قريتو قد ما مزيان. الناس كيقول لك اش غنقرا، هذا هو المشكل. اش غتقرا؟ هذا هو المشكل. راه معمر لك المكتبات بالتراث. هذه الليله هذه سميتها ليله الجهري 23. كان واحد الشخص سميتو الجهري، جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم سولو شي ليله باش الله يقبل الاعمال ويعبد فيها الله ويتقبل، يعني يتقبل دعائه الى اخره. عموما فالرسول صلى الله عليه وسلم عين ليه ليله 23، سحب 23 هذه في رمضان، وبقات هذه الظاهره هذه. وانا لا ادري كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ليله لشخص، لماذا لا يحدد ليله للامه كلها؟ يعني اشياء بعين العقل بالمنطق لا تقبل في هذا التراث وهذه الاحاديث النبويه وهذا الشيء. هذا هذه المساله هذه، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا خص هذا الشخص بليله؟ لماذا؟ لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، فهو رسول للبشريه جمعاء، يعني العالم كله، الكون كله. لماذا هذا الشخص يحدد لي هذه الليله هذه 23؟ شيء العرارم ديال البخاري ومسلم، العرارم ديال البخاري ومسلم. الناس تيتكلموا ب 6000 حديث وب 60000 حديث. دير الله يهديكم، الله يهديكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عموما ان شاء الله الامور ستتوضح للناس. اكيد ان شاء الله ستتوضح، لان كفى من هذا التضليل، كفى من هذا الجهل، كفى من هذا الخرافات، كفى من هذا الكلام الزائد اللي نسبوه الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوه الصحابه، واستعملوا الصحابه باش الناس يصدقوا بعض الخرافات، لان الناس عندهم مكانه الصحابه ويحبونهم. ملي لما يريدون ان يمرروا كذبات يقولوا قال ابن عباس، قال معاذ بن جبل، قال هذا زيد بن هذا. استعملون اسماء الصحابه رضي الله عنهم. علي لا باس، معذره، يعني كونكشن، مشكل الانترنت، مشكل الواي فاي ليس فخير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. فهذه الحلقة نريد أن نتكلم عن مادة السكر، ولكن ليس السكريات. كل خطاب واضح وكلام مفهوم لكي لا يخلط الناس الأمور. هناك السكر والسكريات. فالسكر أتكلم عن السكر أبيض الصناعي الذي تضعونه في الشاي وفي القهوة وفي المربى وفي الحلويات وفي الأشياء هذه. السكر المطبخ نسميه هذا السكروز، لو سكر بلون. هناك السكريات الموجودة في الطبيعة، موجودة في الفواكه، بالعكس هذه جيدة. سكريات الفواكه جيدة لأنها سكريات بسيطة وتمتص مباشرة، تعطي طاقة للجسم، منها الفركتوز. سكريات الفواكه جيدة، سكريات الفواكه جيدة. إذا أردتم أن تسمعوا لشخص آخر فهذا شأنكم. الله يعني جعل من الفواكه أحسن مادة غذائية وخلق فيها سكر الفركتوز. لا يتفضل علينا أحد ولا يزايد علينا أحد في علم التغذية، ولا يعرف أحد أحسن من الله سبحانه وتعالى. يعني الفركتوز لا يحتاج أنسولين. وكثروا لكم الحديث عن الفريكتوز. ليس الفريكتوز الفواكه هو الخطير، الفريكتوز الموجود في السكر الأبيض، لأن السكر الأبيض فيه الفريكتوز والجليكوز، فالجسم يأخذ الجليكوز، والفريكتوز مع الأسف الشديد هو اللي يعمل مشكل، هو اللي يعمل تشعب. أمور تكون علمية واضحة. جزيئة السكروج، السكر الأبيض هذا، جزيئة تتكون من الفريكتوز والجليكوز 50% 50%. لما تستهلك سكر أبيض فكمية فريكتوز كبيرة جدا، والجسم يأخذ الجلوكوز ويبقى الفريكتوز. هذا هو المشكل. الفريكتوز الخطير هو فريكتوز السكر الأبيض، والفريكتوز الصناعي الذي يستعمله الصناع في تحلية بعض المواد. أما الفريكتوز الموجود في الفواكه فهو جيد للجسم، وحتى المصابين بالسرطان يستهلكون فواكه.
يعني إذا أردتم أن تتبعوا أشخاص آخرين فأنتم أحرار، نحن لا نلزمكم بنصائحنا، لكن الأخطاء يجب أن تصحح. هناك من يتكلم عن الفريكتوز ولا يدري أين يوجد، هذا الشخص يجب أن يستحي ولا يكذب على الله. إذا كنت يعني تاقن الأمور وملم بالميدان، على الأقل تعرف الفريكتوز أين يوجد. الفريكتوز موجود في الفواكه وهو جيد للجسم وضروري، وموجود في السكر الأبيض وهو خطير، كي نوضح الأمورين. وكذلك هناك فريكتوز صناعي، هذا السيروب، هذا الكورن سيروب، سكر فريكتوز صناعي يباع على شكل عسل ويستعمله الصناع لتحلية بعض المواد، هذا كذلك خطير. الآن عندكم فكرة واضحة، لا يبقى أحد يكذب عليكم. فهذا هناك السكريات المركبة اللي موجودة في النشويات، في القمح، في الشعير، في الذرة، في الرز، هذه وكذلك في القطاني، في البقوليات، هذه سكريات مركبة، هذه شيء آخر، ما هذه أشياء، هذه لا تضر الجسم، هي تعتبر من الألياف الدائبة. وهناك سكر الإنولين، هذا سكر الإنولين هو ضروري وينفع البكتيريا الصديقة، هو يسمى بريبايوتيك، هو الذي يغذي البكتيريا الصديقة. سكر الإنولين يتكون من الفريكتوز وبوليمر الفريكتوز، ويوجد في البطاطا الحلوة وفي القلقاس، هذه البطاطا القصبية، يوجد في اللفت، جميع أنواع اللفت، يوجد في الخرشوف هذا الأرضي الشوكي، ويوجد كذلك في الأسباراغوس يعني هذا السكوم الهليون، ويوجد كذلك في الشيكوري، هذه حتى العليل، هذه الحشائش الخضراء كلها يوجد فيها هذا الإنيلين، سكر الإنيلين، وهو الذي يرمم البكتيريا الصديقة، هو جيد بالعكس. فهذه فكرة على السكريات، ما هي سكريات مركبة، يعني مع المركبة، مركبة فيها جزيئات كثيرة من الجلوكوز ولا الفريكتوز. سكريات مركبة هي تعد من الألياف، من الستارش، من النشا، ومن السيلولوز هذا، ومن الهيميسيلولوز، ومنها كذلك يعني حتى مكونات الحمض الجليكونيك، هذه الشيتوزانات، هذه كذلك تعتبر من الألياف ومن السكريات المركبة. السكريات البسيطة موجودة في الفواكه، اللي منها الجلوكوز، من الفريكتوز، من حتى المالتوز، سكر المالتوز كذلك يوجد في الفواكه. هذه فكرة فقط، نحن نتكلم عن سكر أبيض، هذا سكر المطبخ، السكر الأبيض الذي تستعملونه للقهوة، للشاي، إلى آخره. فاستهلاك هذا مادة السكر، هي مع الأسف الشديد البلدان المتقدمة كان الكمية، يقيسون كمية استهلاك السكر حسب المجتمع، يقولون مجتمع راقي، مثلا أمريكا وأوروبا استهلاك السكر قد يصل إلى ما بين 50 60 كيلوغرام للفرد في السنة، كثير، كمية كبيرة جدا، يعني الجسم لا يستقلب إلى 6 كيلو في السنة. وكاين حدود، بعض الباحثين يتكلمون عن حدود 10 كيلو في السنة مقبولة، إذا كان الشخص يتحرك ويحرق 10 كيلو مقبولة، لكن 60 كيلو، يعني 50، ما بين 50 و60 كيلو للفرد في السنة، كمية كبيرة، لكن يستهلكونها على شكل شاي وقهوة ومشروبات غازية ومربى وحلويات وبسكويت، هذه كلها فيها سكر، حتى الخبز، حتى خبز المخبزات فيه سكر، هذا شيء يعني كمية كبيرة جدا. جزيئة السكروز هي كذلك تحدث إدمان في الجسم، السكروز هذا ويشبه هذه المخدرات. من حيث الإدمان، يصبح الشخص يعني عنده إدمان للسكر، وكثير من الناس عندهم إدمان مثلا القهوة والشاي، ليس للشاي أو القهوة بل للسكر الذي يوضع فيه. وكذلك كثير من الناس عندهم حتى إدمان للمشروبات الغازية، لماذا؟ لأنها حلوة، لأن عندهم إدمان للسكر وليس للمشروبات الغازية، وإدمان للمواد الحلوة. الأطفال مثلا، الأطفال عندهم إدمان للحلويات، لماذا؟ لأن هذا السكروز، هذا السكر الأبيض، هو يحدث إدمان، يعني يصبح الناس مدمنين عليه هذا. وبعد هذا سكر البوادي، كاين أشخاص يقولون أنه إذا لم يشرب شاي يحس بألم الرأس، يجب أن يفهم بأنه مدمن على السكر. كثير من سكر البوادي يقولون أنه إذا لم يشرب شاي أو حتى قهوة، إذا لم يشرب قهوة يحس بألم الرأس، هنا يفهم الشخص، يفهم بأن عنده إدمان على السكر، وهذا الإدمان يصبح خطير، لأن جزيئة السكر
هي يعني تتدخل، يعني عندها مصائب كثيرة، أكثر من 60 مصيبة، من جملتها الجهاز العصبي. تحدث تأخر في البرمجة، تأخر في الذكاء، تأخر كذلك في الذاكرة. يعني لما تريد أن تسترجع اسم أو معلومة أو شيء، فتقب على مستوى الجهاز العصبي. فالأطفال من قبل كانوا يحفظون القرآن وكانوا يحصلون، عندهم تحصيل جيد في المدرسة، لما كانوا لا يستهلكون السكر. لما بدأوا يستهلكون مشروبات غازية وحلويات ومصائب، بدأ الطفل الآن لا يحصل، عنده يعني برمجة، عنده تحصيل، عنده ضعيف جدا. حتى الطلبة في الجامعة الآن، الطلبة في الجامعة يستهلكون حلويات، البنات على الخصوص الإناث يستهلكن شوكولاتة وحلويات ومشروبات غازية، الذكور يستهلكون المشروبات الغازية. وهذه كثرة السكر، بالعكس هم الطلبة الجامعيين يجب أن لا يستهلكوا السكر يعني بالبتات. يعني هذا هو المشكل، يعني هذا السكر يتعارض مع التحصيل الدراسي ومع الذكاء ومع البرمجة ومع استخدام يعني هذه المادة الرمادية. هذه معلومة، يعني دائما أقول أنتم وشأنكم فعلوا ما شئتم، هذه معلومات لوجه الله، من أراد أن يأخذ بها جيد، من أراد فليضربها عرض الحائط، ما عندنا مشكل. ثم السكر هو متهم كذلك بالسرطان، يعني من مسببات على المدى الطويل، متهم كذلك من مسببات السرطان. أنا أقول متهم، يعني هناك أبحاث أجريت على السكر، على الفئران، شيء يعني هناك متهم كذلك هو زيوت المائدة، هذا زيوت الطبخ، متهم كذلك مع المضادات الغذائية، متهم مع المبيدات، متهم مع مواد البلاستيك، مع الأكريلاميد، مع يعني كثير من المواد التي تسبب يعني سرطانات. وكذلك متهم كذلك يعني، وهي الشيء الخطير، هو متهم كذلك في عدم الامتصاص، ومشكل تخمرات على مستوى القولون، يحدث غازات على مستوى القولون. الناس اللي عندهم غازات في القولون يوقفوا السكر والدقيق أبيض، السكر وخبز أبيض بالخميرة الصناعية فقط، صافي قطعوا السكر أبيض، يعني مشروبات غازية، حلويات، بسكويت، شاي، قهوة، قطعوا السكر أبيض، وقطعوا المواد التي يحتوي عليها السكر، وقطعوا الدقيق أبيض بالخميرة الصناعية، خبز مخبزات، خبز السوق اللي كنسميهم فقط. يعني ستحسون براحة، يعني وإن شاء الله هذه الغازات هذو ربما يعني تختفي. هذا السكر، استهلاك السكر في البلدان العربية تقريبا نحن عندنا نفس الكمية، لكن نحن لا نستهلكه على شكل حلويات. في المغرب مثلا كمية السكر الذي يستهلكها الشخص هي دائما في الشاي. احنا تاي كنحليو بتركيز خطير في المغرب الشاي، والله تركيز خطير خطير خطير. بعد الحمد لله المنطقة الجنوبية يشربون الشاي بكثرة، لكن كمية بسيطة، لا يشربون الشاي في كأس كبير، كوب كبير من الدار البيضاء والرباط. لكن المنطقة الجنوبية هذه الداخلة، العيون، بوجدور، سمارة، طنطا، طرفاية، هذه المدن تستهلك شاي، ومن يعني من قلميم، من قلميم حتى الداخلة يستهلكون الشاي بكثرة، لكن يشربون كمية بسيطة من الشاي، وهذه نفعهم، هذه تنفع، لأن هذه الكمية تحتوي على تركيز أقل يعني، ولكن يشربونها يعني مرات في اليوم. يعني هناك من يشرب يعني 8 أو 10 مرات شاي في اليوم في هذه المناطق. فأوروبا وأمريكا يستهلكون السكر أبيض على شكل حلويات ومشروبات غازية وشوكولاتة وبسكويت ومربى إلى آخره، فنحن نستهلك السكر في الشاي. هذا مشكل. الشاي والقهوة طبعا بعض المكونات، ونضيف عليها كذلك الحلويات ومشروبات غازية، بمعنى أن بعض يعني فئة معينة في المجتمع التي تستهلك الشاي وفي نفس الوقت الحلويات وتكثر من الأشياء الحلوة، هذه قد تفوق الكمية الأمريكية والأوروبية، قد يصلنا إلى 70 كيلو في السنة. شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. لماذا؟ لأن نظام الأنسولين عنده لي في الفيدباك، يعني لا كانت تركيز السكر كبير يعني ضخم، والانسولين يعني البنكرياس يعني طبعا يصيبه عيب، في يعني في وقت ستتوقف. لماذا؟ لان كبح لما يكون تركيز
فالمفاعلات البايوكيماويه، الاخوه اللي دارسين البايوكيمستري عرفوا بان هذه ميكايليس مانتن، هذه كي كونستانت، هي فيها سبسترا يعني تركيز هذا المحلول يعني مع هذا، وكاين هناك توازن. لماذا؟ لان ستوكيومتريكيه هذه الكأس مع عمرها توصل لواحد، هي دائما 0.7 0 يعني تقترب من الواحد، لان يعني بعض المرات هذيك الاس كناخذوها غير هي، هذيك المنتوج الاخر ما في, 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 في المعادله ما ناخذوش. فلما يكون السبستريت يعني هذا تركيز السبستريت كبير جدا، فهو يكبح انتاج الانسولين، انتاج الانزيم. هذا هو المشكل. يعني هناك من يقول السكر يسبب السكري، ليس 100%، ولكن ممكن، يعني امر وارد انه يسبب السكري، وارد. والسكري الموجود عند الاطفال الان هو فيه عوامل كثيره، من جملتها استهلاك السكر بكثره. في اخواننا في بلدان الخليج يتكلمون عن السكاكير. يا اخواننا ليس هناك سكاكير، الله يجزيكم بخير، هناك سكر واحد اسمه سكر ابيض. السكاكير الموجوده في الفواكه لا نتكلم عنها، هذه لا تضر الجسم. والسكر الموجود في الحلويات وفي المشروبات الغازيه هذا سكر واحد اسمه سكر ابيض، اسمه السكروز، هذا فقط سكر واحد، ليس هناك سكاكر، سكر واحد. اما السكاكر الموجوده في الفواكه فهي جيده، وبالعكس هي يعني هي تنعش الجسم وتعطي قوه، لان الطاقه الجسم ياخذ طاقه دائما من السكريات، هذه السكريات الطبيعيه، هذا مشكل. فهل ممكن هذه البلدان تتفادى السكر؟ سؤال. الجواب نعم، إذا لم يكن هناك إدمان على السكر. لا ينتظر الناس حتى يصابوا بالسكر النوع الثاني ليقطعوا السكر، ها؟ يتوقفوا عن السكر يعني إن شاء الله يكون خير. لماذا؟ لأن الكربوهيدرات، هذه السكريات، هي الموجودة بكثرة في الطبيعة، والجسم يأخذ ثلثي الطاقة من السكريات، ثلثي الطاقة من السكريات، والثلث الآخر من الدهنيات والبروتينات. الذين يستهلكون دهنيات بكثرة مثل زيت الزيتون، الجسم يستخرج الطاقة من زيت الزيتون أحسن من السكريات، أحسن من السكريات مرتين. يعني لماذا؟ لأن زيت الزيتون يعطي طاقة، زيت الزيتون والدهنيات الموجودة في الفواكه، اللوز والجوز والفستق، هذه كذلك دهون جيدة، دهون الموجودة في الحيوانات لا، شحوم الحيوانات لا، لكن الدهون الموجودة في النبات جيد، هي تسمى زيت. يعني هو زيت الزيتون اللي كاين هو يعني تقريبا الدهن الوحيد الجيد للجسم. فالذين يريدون أن يعيشوا بصحة جيدة، هذه معلومة مهم، أكيد أن هناك من سيطبقها، لأن هناك إخوة ما شاء الله مخلصين للقناة ولمعلومات دكتور محمد فايد، وهم في صحة جيدة، هم في أحسن حال، هذا هو المهم، مهم النتيجة. فيعني هؤلاء لا يشاهدون وجه الدكتور فايد، واش هو جميل ولا أسود ولا مشوه، لكن يريدون المعلومة فقط. يعني ما وأنا متيقن أن هناك من سيطبقها، تسمى بالإنجليزية الشيفت. شيفت معنى الشيفت، شيفت أنك تقلب النظام الغذائي من السكر لزيت الزيتون. If you can shift it from carbohydrates to olive oil، هذه سيكون هائل، أحسن نظام، ويقترب من الكيتو. لماذا؟ لأن هذه الكمية الطاقة، لأن الكمية التي يستهلكها الناس من السكر هي تعطي طاقة، وطاقة زائدة للجسم، بمعنى أنه لا يحتاج طاقة أخرى. فإذا زادت الطاقة في الجسم تخزن على شكل شحوم، الجسم يسمن، تخزن على شكل شحوم. فإذا توقف الناس عن سكر أبيض، ممكن تلغيوا سكر أبيض تماما، لا يدخل البيت. إذا تم إلغاء السكر أبيض وتم تعويضه بزيت الزيتون، فأنا الجسم سيكون في أحسن حال، يعني لا يصاب بأمراض ولا شيء. لماذا؟ لأن النشويات فيهم سكر، هذا السكر الأبيض لا تحتاجونه، لا تحتاجونه بالبتات، ممكن يستغنى عنه الناس 100% وبدون أي مشكل. لماذا؟ لأن الجسم يأخذ الجلوكوز من النشويات، إن فيهم النشا، وسكريات مركبة،
تحل يعني بهدوء وببطء، ولا تعطي لا تحدث مشاكل في الجسم. الإنسان عاش على نشوي منذ سيدنا يوسف عليه السلام، منذ أن خلق الله البشر. وليس المهم سورة يوسف فيها القمح، يعني فيها فذروه في سنبله. فهذا ولا يأتي شخص الآن يقول لك أنا ممكن، صحيح أن القمح تغير ولاتيا، نعم صحيح، لكن الإنسان عاش على النشويات، إذا كانت نشوية جيدة فلا يقال الناس يكثرون السكر. فيعني لما تغير النظام من السكر زيت الزيتون ودهون أخرى مثل اللوز والجوز والمواد اللي فيها دسم اللي فيها زيت، فهنا الجسم يكون في أحسن حال. لماذا؟ لأنه سيأخذ طاقة نظيفة لا تحتاج أنسولين، الدهنيات لا تحتاج أنسولين، هذه ياخذ طاقة، وهذه الدهنيات تعطي طاقة أكثر من السكر. لماذا؟ لأن فيها 9 كيلو كالوري، يعني جرام واحد يعطيك طاقة كذا. لماذا؟ لأن الحمضيات الدهنية فيها 18 ذرة كربون، هي من 4 حتى ل 18، يعني 18 ذرة كربون تعطيك 9 أسيتيلات اللي غادا تدخل سيكل هذا الحلقة كريبس، تعطيك طاقة كبيرة جدا. هذه جزيئة واحدة لحمض الأوليك مثلا فيه 18 ذرة كربون، لأن الأسيتيل هي يعني 2 كربون، ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى يعني هذه الحمضيات الدهنية يعني بعدد هذا عدد زوج، يعني هذا 2 4 6 8 12 14 16 18، لأن الله خلق الكريبس لا يقبل إلا 2 كربون، ولذلك تقطع على شكل 2 ثم تدخل حلقة الكريبس. لما يكون الدهنيات فيهم عدد فرد مثلا 17 19 21 يصبح خطير على الجسم، لأن السموم الثعابين فيها حمضيات دهنية عندهم اود كاربونز، عندهم عدد الكربون يعني فرد، يعني مش زوج، يعني ويتر. هذا الشيفت، يعني هاد الناس يقلبوا النظام من السكريات للدهون النباتية، الدهون النباتية وليس الحيوانية، نكون واضحين. فهنا غادي يكون الجسم في أحسن حال، لأنه ياخذ طاقة نظيفة من الدهنيات وطاقة قوية. ثم نظام الأنسولين، ونظام الأنسولين في الجسم هو نظام خطير جدا، يعني ليس سهل. نظام الأنسولين سيعمل يعني براحة، لأن لماذا؟ لأن تحلل النشويات، هذا النشا اللي كي يعطي جلوكوز هو بطيء، تحلل بطيء، ثم الأنسولين ما ياخدش واحد الضربة يعني تركيز عالي. لما مثلا شخص يشرب مشروب غازي مثلا دفعة واحدة 200 ملي، يعني كتعطي قوة كبيرة جدا لهذا البنكرياس، يجب أن ينتج كمية كبيرة من الأنسولين، ثم تنعكس على الهرمونات الأخرى، لأن الأنسولين هو هرمون يعمل عمل هرموني. هذا الانتقال من السكريات، السكر أبيض ليس السكريات، يعني إلى الناس وقفوا السكر أبيض وتمن السكر الأبيض يشتروه زيت الزيتون، سيكونون في أحسن حال. عليهم عموما أنا متأكد أن هناك بعض الإخوة وبعض الأخوات الذين سيطبقون هذا النظام وسيحسون بأنهم سيكونون إن شاء الله في أحسن حال، وهو النظام الذي يجب أن يطبقه المصابون بالسرطان ومصابون بأمراض مناعية ذاتية، وأن يقطعوا السكر وأن يغيروا بزيت الزيتون ليرغم الجسم يأخذ طاقة من الدهون وليس من الكربوهيدرات، من السكريات. ثم الأشياء الأخرى تبقى هي الخضر، الفواكه، البقوليات، النشويات، هذه تبقى كلها. يعني فقط هذه نصيحة للبلدان، يعني الوطن العربي، لأننا نستهلك مادة زائدة. السكر الأبيض هو مادة زائدة، مادة غذائية زائدة. نحن الآن مع الأزمة الغذائية، مع الغلاء، مع الإنتاج، حتى هذه البلدان أصبحت لا تنتج سكر. ليس هناك بلد ينتج سكر، حتى المغرب يعني تراجع إنتاج السكر بشكل رهيب جدا. لا بأس يبقى في المجتمع السكر الأبيض، لا بأس يبقى في المجتمع، لما لا؟ إذا أردنا. لكن ممكن يستغني عنه الناس، لماذا؟ لأن لقينا في الاستهلاك منحنى النمو الآن يزداد، والسوق الدولية في السكر كذلك ستضيق، سيكون ضيق في إنتاج السكر، ومن بعد غادي يرجعوا للفريكتوز الصناعي. في وقت ما ستصبح تحلية جميع المواد الغذائية من بسكويت، شوكولاتة، حلويات، مشروبات غازية، ستكون تحليتها بالفريكتوز ليس بالسكروز، هذا السكر الأبيض. لماذا؟ لأن إنتاج السكر الأبيض هو من قصب السكر أو شمندر السكر،
الانتاج الزراعي الان في قصب السكر وشمندر السكر تراجع، تراجع يعني بشكل رهيب. في المغرب تراجع بشكل يعني خطير، لان معامل السكر في المغرب اغلقت. الانتاج الشمندر مثلا، خميس زمامر، هذه منطقه دوكالا يعني توقف. هذا باقي سيدي بنور يلا باقي معمل تما. الغرب يعني اظن ثلاثه اللي وقفوا، بني من لا الواحد يعني تراجع انتاج السكر وتراجع انتاج، كان يعني الانتاج هو اللي مهم. فنحن نتهيأ كلنا، نتهيأ كلنا لفترة معينة سيكون فيها أزمة، هي الأزمة بادية، ولكن ربما تشتد الأزمة أكثر، وستشتد على المنتوجات، المواد الغذائية المطلوبة في السوق الدولية، لمن السكر، لأن السكر داخل البورصة والقهوة داخل البورصة، يعني المنتوجات اللي داخلين البورصة كل ما كتعرفوا أنتم بأنهم استراتيجية، هذا القمح اللي كثير من الأشياء داخل الآن البورصة. فيعني نحن نتهيأ، ويعني أهم من ذلك أنها مادة ممكن نستغني عنها تماما بدون أي مشكل. فقط ها يعني ينتبه الناس للإدمان، لأن يعني مشكل الإدمان ليس السكر، الجسم لا يحتاج هذا السكر أبدا، لا يحتاجه الجسم بالبتة. لماذا؟ لأن عندنا نشويات، عندنا بقوليات، عندنا فواكه، عندنا تمر، عندنا تين، عندنا زبيب، عندنا تفاح، عندنا موز، عندنا أشياء كثيرة، هذه الفواكه فيها سكر، لا نحتاج السكر ابيض بالبتات، نحتاجه مع الاسف الشديد للحلويات وللقهوه والشاي، وهي المواد التي يجب ان يتجنبها الذين لديهم امراض. الاخوان اللي عندهم سرطان يتجنبوا ما امكن السكر ابيض ممنوع، يعني السكر ابيض ممنوع، وان يعوضوه بزيت الزيتون. لماذا؟ لان زيت الزيتون يضيق على خليه السرطان، ولكن السكر يشجع خليه السرطان. كذلك كثره البروتين، يكون نظام فيهش كثرة، يعني كثرة اللحوم. فحاولوا الناس ما أمكن، نتهيأ من الآن ونتعلم ونتبع واحد استراتيجية خاصة بنا، المواطن، ليس الحكومات، ليس البرلمان، أنا أتكلم مع الشعوب، مع المواطن. مواطن يبدأ بنفسه، سترون أن المشروع ينجح 100%، أن المواطن هو كل شيء، المواطن هو يعني هو المحور. إذا كان المواطن اقتنع وفهم ولصحته، ماشي لصحته، كذلك للبلد. يعني نبداو من الان، فقط نبداو، وين نبداو؟ من البدايه نبداو، يعني الناس يرجعوا زيت الزيتون ثمن غالي، نعم ثمن غالي، ولكن استهلاك زيت الزيتون ليس هو استهلاك السكر. انت تستهلك ماده جيده لصحتك وتستغني عن ماده لا تصلح للصحه، يعني اصلا زائده، شيء مهم. السكر زائد، ماده غذائيه زائده، ممكن نستغني عنها 100% بدون اي مشكل. لا يمكن أن نستغني عن النشويات ولا عن البقوليات، ولا يمكن أن نستغني عنها والخضر وفوق، لكن ممكن نستغني عن السكر الأبيض، ممكن 100%، لأنه من قبل لم يكن السكر، يعني الله عنده تاريخ، ما كملش قرن باش تصنع السكر الأبيض، لم يكن من قبل. الإنسان لم يكن يعرف سكر أبيض ولا دقيق أبيض، ولم يكن يعرف حتى زيوت الطبخ، الإنسان لم يكن يعرفها في حياته. يعني هذا الإنسان كان من قبل يعيش بزيت الزيتون، كان يعيش بدون سكر، وكان يعيش بلحوم جيدة، لحوم مستروحة، ولا يستهلك اللحوم يعني يوميا. عموما كان عنده يعني حشائش الأرض ونبات الأرض هو الذي عاش به الإنسان، خضار وفواكه ونشويات وبقوليات وزيت الزيتون ولوز وجوز، أشياء هذه اللي عاش بها الإنسان. يعني فقط ركزوا على هذه الفكرة، هذه باش نعملوا هذا الشيفت، يعني نقلبوا من الكربوهيدرات، يعني من السكر الأبيض لزيت الزيتون، نعود من السكر الأبيض لزيت الزيتون من أجل صحتكم أنتم فقط. يعني ودائما معلوماتنا هي لوجه الله، ولا نلزم بها أحد، تكون خاطئة، تكون صائبة، تكون جيدة، تكون هذه، فلا يهمنا. المهم نحن متأكدون من معلوماتنا، ونعلم ما نقول للناس، ونريد أن نساعد الناس. وأنا متأكد أن نسبة معينة من الإخوة والأخوات، هذا المخلصين للقناة، سيطبقون هذه الطريقة هذه. والإخوة اللي عندهم سرطان فهم مرغمين، أنتم يعني مرغمين تقطعوا السكر وتستهلكوا زيت الزيتون، وكمية زيت الزيتون للمصابين بالسرطان لازم تكون أكثر من 100 جرام في اليوم، 100 ملي في اليوم زيت الزيتون. يعني زيت الزيتون كافي للجسم، استخراج طاقة كافي للجسم من حيث الطاقة. يبقى البروتينات طبعا، لأن البنيات والأنزيمات الجسم يبني هذه من البروتين. بروتينات نباتية أحسن، بروتينات موجودة في النشويات وفي البقوليات، يعني ممكن تستغنوا كذلك عن اللحوم. يعني الإنسان ممكن يعيش بسلام فقط، يعني لأن الله نوع وخلق كثير من الأشياء يعني في الطبيعة. فقط نركز جيد كلنا، كلنا نركز على
عوض السكر زيت الزيتون، عوض السكر زيت الزيتون. أنا أقول زيت الزيتون، هناك بلدان اللي عندها اللوز وعندها الجوز وعندها هذه الحبوب الزيتية هذه تستهلك، لما لا؟ لأن اللوز فيه أكثر من 20% زيت، الجوز كذلك نفس الشيء، هذه حتى الصويا، الصويا فيها زيت، حبوب الزيتون وزيت الزيتون، حبوب الزيتون كذلك فيها زيت، هذه خاصة المادة الدسمة زيت الزيتون فقط، الدهون الأخرى لا، لأن الشحوم الحيوانية لا علاقة لها بهذه المعلومات، هذه خاصة بزيت الزيتون، الناس يتحولوا من السكر لزيت الزيتون أظن يكونوا بصحة جيدة، أو على الأقل الإخوة والأخوات يعني شفى الله الجميع اللي عندهم أمراض من الأحسن عموما مصابين بالسكري، بالسكري قاطعين السكر، والمصابين بالسكري أن يكثروا كمية زيت الزيتون، أن يرفع استهلاك زيت الزيتون. لماذا؟ لأنه وقاية القلب والشرايين. مصابين بالسكري النوع الأول والنوع الثاني، كمية زيت الزيتون في اليوم يجب أن تكون ما بين 80 و100 ملي في اليوم، في اليوم على الثلاث وجبات ولا وجبتين ولا وجبة واحدة، المهم ما بين 80 و100. الإخوة اللي عندهم سرطانات يتعدوا 100 جرام، يعني 100 ملي، هو جرام ليس ملي لأن الزيت خفيف دانسيتي، مهم تقدير يعني أكثر من 100 ملي، لأنه سائل أكثر من 100 ملي في اليوم، يعني هذا يعني هو ضروري، ليس خطير، وبالعكس هو ضروري. هذه كنظن هذه المعلومة، هذا الاقتصاد الغذائي كذلك يجب أن ينظم. لماذا لا يمكن أن تكون تغذية جيدة والاقتصاد الغذائي فاسد؟ يعني لا يمكن، كيف الناس سيتغذون تغذية جيدة والاستيراد الآن التغيير الوراثي والمنتوجات، أنتم تعلمون ماذا، فصعب جدا لما لا يجد الناس كيف يطبقون البروتوكول ولا كيف يطبقون هذه المعلومات، وهذا هو المشكل. ولذلك بدأنا كذلك ننصح يعني بالتغيير داخل هذا النظام حسب ما يوجد في المجتمع، وحسب ما المنتوجات التي توجد بكثرة والمنتوجات التي ممكن يستغني عنها الناس تماما، هذا هو المهم. نبدأ بالمنتوجات التي ممكن أن نستغني عنها 100% من السكر الأبيض. الحلقة المقبلة سنتكلم عن زيوت المائدة كذلك. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.